بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شرح كتاب أكسفورد هاند بوك نيفرولوجي اند هايبرتنشن. احنا خلصنا شوط كبير منه النهارده ان شاء الله. احنا نوعا ما بادئين بالعكس، فالجزء بتاع الديفينيشنال باي ماركرز هنقوله دلوقتي. طبعا زي ما احنا عارفين على طول في كل الفيديوهات بتاعتنا، الباوربوينت مكتوب على موجود على youtube.com، والفيديوهات بالانجليزي والعربي على اليوتيوب شانل نيفرولوجي. وعلى الفيسبوك جروب احنا بنحط اسئله ام سي كيو كل اسبوع، ريليتد كل يوم سؤال ريليتد للمحاضره بتاعه الاسبوع. حضراتكم تابعونا على الفيسبوك جروب، بجانب طبعا هنعمل امتحان اونلاين في اخر كل شابتر. المحاضره الاولى النهارده عندنا عايزين نتكلم على الاي كي اي من حيث الديفينيشن والستيجنج واهميتهم، ابيديميولوجي بروجنوز مورتاليتي يورينري بايوماركرز كوزز بريفنشن اند سيستميك افكت اوف اكيوت دمج. وزي ما قلنا احنا النهارده بما ان هو توبيك سهل وسهل ان كل واحد يقراه مع نفسه، ايفن لو لسه ايفن جونيور جديد ابتدى نيفرولوجي، فاحنا هناخد سناب شوتس في الحتت المهمه وعلى قد ما نقدر نحاول نربطها من ناحيه الكلينيك. نبتدي الاول بالديفينيشن اند ستيج. زي ما كتاب اوكسفورد، احنا طبعا الاساس او الكور والشرح للمحاضرات بتاعتنا دي هو كتاب اوكسفورد نيفرولوجي اند هايبرتنشن. بنطلع بره لو في ابديت او لو في كلام عايزين نعترض عليه. اكيوت كيدني انجري معناه اللي هو كان بيسمى زمان اكيوت رينال فيلير، هو سندروم حصل فيه رابيد فول ان جي اف ار within hours to days، حاجه اكيوت حصلت within وقت قليل. اوكي، عندنا كلاسيفيكيشنز كتير للاكيوت كيدني انجري. زي ما عندنا في كرونيك كيدني ديزيز خمسه ستيجز، كل ستيج بنقسمها على حسب الجي اف ار من كام لكام. هنا عندنا ثلاثة definitions أو ثلاثة classifications مشهورين جدا للأكيوت كيدني انجري، بيعمل أو بيصنف الأكيوت كيدني انجري into stages أو categories على حسب السيروم كرياتينين وعلى حسب اليورين أوتبوت، وبعضهم على حسب الجي اف ار. يعني أول classification ظهر كان الرايفل classification، والرايفل كانت اختصار الـ R for risk، الـ I for injury، الـ F for failure، الـ L for loss، والE for end stage renal disease. وكان مقسم الستيجز according to serum creatinine والجي اف ار واليورين اوتبوت. تمام، مش هقعد اقرا الكلاسيفيكيشن خصوصا ان احنا دلوقتي ما بنستخدموش، في حاجات اجدد هنقول ان احنا بنستخدمها. ولكن لو نلاحظ امتى اقول ريسك اللي هو فيرست ستيج او فيرست كاتيجوري اوف اكيوت كيدني انجري، لما العيان اليورين اوتبوت بتاعه بيقل من نص ملي بير كيلو جرام بير اور لمده 6 ساعات، ما بيجيبش بول، بيجيب بول بكميه قليله. بيجيب قد ايه؟ بيجيب اقل من نص ملي كل كيلو جرام من وزنه في الساعه. يعني افترضنا ان وزنه 100 كيلو، لو هو وزنه 100 كيلو لو بيجيب اقل من 50 ملي في الساعه، فبالتالي هو يعتبر اوليجو. تمام؟ في الست ساعات، اسف مش في الساعه، هنجمعهم كده على بعض، نص ملي بير كيلو جرام بير اور لمدة 6 ساعات. انا عايز اجيب الكميه في الاخر لمدة 6 ساعات. طيب، او بنحسب على حسب الكرياتين وعلى حسب الجي اف ار. الفيرست ستيج هنا اللي هي الريسك، رفع السيروم كرياتين حوالي 1.5 ضعف الضعفين، او قل الجي اف ار اكتر من 25%. وبعد كده ابتدى ينزل بالجريدنج بتاعي، اليورين اوتبوت قل اكتر لفتره اطول، وهنا قل اكتر، والجي اف ار كرياتين كل ما يعلى اكتر كل ما يزيد في الاستيج. لكن ظهر بعديه كلاسيفيكيشن اللي هو الاكن كلاسيفيكيشن. الاكن كلاسيفيكيشن شال من الديفينيشنز والكلاسيفيكيشنز بتاعته، لو حضراتكم تلاحظوا شال جي اف ار. هو ده كان الاختلاف الرئيسي بين التو ستيجز. يعني لو هتلاحظ تقريبا التو كلاسيفيكيشنز شبه بعض تقريبا، ولكن في اختلافات وزيادات. الاختلاف الاول بين الاكن والرايفل ان في الاكن شالوا الجي اف ار خالص، لان الجي اف ار قال لك يعني هو مش اكريت في القياس، هو كده كده كل الحاجات مش اكريت، لكن شال الجي اف ار خالص. وزود في ستيج 1، اولا خلاهم 3 ستيجز بس، وزود في ستيج 1 ان لو الكرياتينين زاد اكثر من 0.3 ملي جرام بير ديسي لتر في اقل من 48 ساعه. وتقريبا كل الحاجات الثانيه تقريبا شبهها شبه الايه؟ اول 3 ستيجز عندنا في الرايفل كلاسيفيكيشن. برضه بدايه اليورين اوتبوت كلهم متفقين عليها، بنقول على العيان اي كي اي لو ابتدى يبقى اقل من نص ملي بالكيلوجرام بر اور اكتر من 6 ساعات. تمام؟ طيب،
بعد كده ظهر الجديد والاخير واللي تقريبا كلنا هنبقى ماشيين عليه دلوقتي، الكيديو كلاسيفيكيشن في 2012. فبصينا تقريبا هو والاكن كلاسيفيكيشن تقريبا زي بعض تقريبا، اختلافات بس ان هو حدد هنا الرينج اوف تايم، خلاها حوالي من 6 ل 12 ساعه بدل ما سابها مفتوحه كده اكتر من 12 ساعه. تقريبا مفيش فرق ملاحظ بين الاثنين، يعني تقريبا هي بس فقط التشينج ده. حتى هنا حاطين برضو الريز بتاع السيرم كرياتينين اكتر من 0.3 اقل من 48 ساعه، وانه يبقى دبل دو 1.5 to 1.9، يعني خلاها سبيسيفايد قوي 1.9 بدل 2، يعني اختلافات ما هياش جذريه قوي، ولكن في الاخر هو ده الكلاسيفيكيشن اللي احنا هنمشي عليه ولازم يبقى محفوظ. يبقى ستيج 1 اقل من 0.02 مل بر كيلوجرام بر اور لمده 6 ساعات، 12 ساعه بقى ستيج 2 اقل من 0.3 مل كيلوجرام بر اور لمده 24 ساعه او انيوريا 12 ساعه بقى ستيج 3. الكرياتينين 1.5 ل 1.9، 2 ل 2.9 ضعف، اكتر من 3 اضعاف، او الكرياتينين في ستيج 3 زاد اكتر من 4، او العيان احتاج رينال ريبليسمنت ثيرابي، او في ستيج 1 الكرياتينين زاد اكتر من 0.3 ملي جرام بير ديسيلي. يبقى ببساطه شديده اشيل بس العلامات الحمراء اللي احنا علمناها دي. امتى اقول عيان اي كي اي؟ عايز بقى احط في دماغي اقل كلاسيفيكيشن موجود، امتى اقول لعيان اي كي اي؟ اقول عيان اي كي اي لو زاد الكرياتينين، انا كده بقى بتكلم على ستيج 1 خلاص، جايب ستيج 1 دي اللي هي اول ستيج عندي، اول ما اشوف الارقام دي خلاص عيان اي كي اي يا ستيج 1 يا اعلى. لو العيان الكرياتين بتاعه زاد اكتر من 0.3 مللي جرام بير ديسيتر within 48 اورز، كرياتين زاد 1.5 اكتر من 1.5 ضعف، او اليورين انبوت اقل من نص مللي بير كيلوجرام بير اور فور 6 اورز. كرايتيريا واحده من الثلاثه دول تشخص لي العيان اكيد كيدني فيلير، دي نقطه مهمه. يعني انا كل الكلاسيفيكيشنز فيها كولوم بيكلاسيفاي على حسب الكرياتين وكولوم بيكلاسيفاي على حسب اليورين انبوت. مش لازم الاقي التغيير في الاثنين عشان اقول عن اكوت كيدني انجري، تغيير في ناحيه واحده كافي. طب افرض مثلا العيان الكلاسيفيكيشن بتاعه اكوردنج تو كرياتينين كان ستيج 2 واكوردنج تو اليورين اوتبوت كان ستيج 3، يبقى العيان ساعتها ستيج كام؟ باخد ستيج الاعلى ستيج 3، يبقى انا هكلاسيفاي على الورست فيهم كستيج. جاك كليبو في 2010 حط 2012 اسف حط حته كده تعتبر ابيديميولوجيكال شويه، قال لك احنا هنحط ترم جديد اسمه اكيوت كيدني ديزيز. ايه اكيوت كيدني ديزيز ده؟ العيان اللي باي ديفينيشن بالتعريف ما هوش اكيوت كيدني انجري ولا هو سي كي دي. اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ايه يعني؟ عيان الاكيوت كيدني انجري اسف اللي هو الاكيوت كيدني ديزيز قالوا كالاتي، فين اوكي فور ذيس سي كي دي ابروف ذا بروبوست تيرم اي كي دي تو انكلود مين؟ العيان اللي عنده اي كي اي، العيان اللي عنده اي كي اي يعتبر تحت الترم الكبير اللي اسمه اكيوت كيدني ديزيز. تمام، يبقى الاكيوت كيدني ديزيز للاي كي اي جزء منه، اوكي منطقي. وايه كمان؟ and also those with GFR اقل من 60 اقل من 3 شهور. احنا عارفين باي ديفينيشن ان احنا بنعرف السي كي دي، ده كلام ابيديميولوجيكال يعني، بنعرف السي كي دي ان جي اف ار اقل من 60 او جي اف ار اقل اكتر من 3 شهور. طب افرض العين اقل من 3 شهور نظريا ما هوش سي كي دي، طيب ما هوش اي كي اي، فقال لك اسميه اكيوت كيدني ديزيز. او لو الكرياتينين قل، اسف جي اف ار قل باي اكتر من 35% or an increase in creatinine by اكتر من 50% اقل من 3 شهور. هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول العيانين اللي هم باي ديفينيشن مش متشخصين از سي كي دي انا اعتبرهم acute kidney injury. acute kidney disease اسف. لحين ان هم يتشخصوا بعد كده سي كي دي او لحين ان هم يحصل لهم يبقوا ريزولفد لوحدهم ويفوقوا. لكن الحقيقه في البراكتس اعتقد ديفينيشن زي ده ما بنحتاجلوش قوي. ان عين السي كي دي اللي بيجي لي بيبقى باين عليه كرايتيريا، يعني مش مستني انا استنى عليه 3 شهور، بيبقى معاه جنرال لاب كامل وانفستيجيشنز والدنيا بتبقى واضحه عنده جدا، مش محتاج ان انا لسه استنى 3 شهور. ولكن خلينا نقول باي ديفينيشنز على الناحيه الابيديميولوجيكال والناحيه الثيوريتيكال، دول الاحتمالات اللي هم مجمعين هنا في الجدول، مين هو الاي كي دي والعين الاي كي اي، او العين الجي اف ار بتاعه بس لسه اقل من 3 شهور،
او العيان الجي اف ار بتاعه زاد اكتر من 35% او السيرم كرياتين بتاعه زاد اكتر من 50% برضو اقل من 3 شهور العيان ده نقول عليه اكيوت كيدني ديزيز. جاست فور. طب انا استفدت ايه لما عملت كلاسيفيكيشن؟ يعني هتفرق في ايه معايا؟ والله يعني نمره واحد هتفرق في ان انا اتوقع المورتاليتي والموربيديتي والمشاكل اللي هتحصل مع العيان ده. يعني كل لما رفع الكرياتينين وكل لما زادت الستيج كل لما الاودز ريشيو فور هوسبيتال مورتاليتي بتزيد. هتفرق معايا في المانجمنت في حاجه؟ هو المفروض يعني نظريا ان كل لما زادت الستيج كل لما كلوز مونيتورنج بتاع العيان يبقى ازيد، لكن حقيقه هو انت الكير بتاعك هيبقى واحد من ستيج 1 لستيج 3 الا العيان يحتاج غسيل. هو لو عيان سيبسس هو انت نفس بتدي له الفلويدز وبتدي له، هل مثلا لو ستيج اعلى تدي له فلويدز اكتر؟ لا، انت بتدي فلويدز على حسب الفوليوم ستاتس بتاع العيان، تدي انتيبيوتكس على حسب المزارع. فنوعا ما هي تفرق قوي معاك في المورتاليتي والبروجنوز. او كما قالت الكليبو يعني قالوا برضو ان انت ممكن مع تقدم الستيجنج بتبتدي تظهر وظائف او مطالب منك اعلى، يعني بتيجي زي ما قلنا قبل كده في المحاضره بتاعت الدايلسيس بيقول لك ممكن تكونسيدر ان الثيرابي ستيج 2، مع ان احنا خلاص اتكلمنا في فلسفه الدايلسيس وانت تخسر وانت ما تخسرش. كونسيدر اي سي يو ادميشن، كونسيدر مش عارف انك تعمل دراج دوز موديفيكيشن. لكن انت كل ده انت بتلجا له تقريبا من ستيج 1 تقريبا الكير كل واحد. والستيجنج مين لي من وجهه نظري بيفرق في البروجنوز اكتر من المانجمنت، لان المانجمنت بتاعك واحد. فبالتالي انا شايف الستيجنج ده يبقى محفوظ، اهم حاجه فيه ستيج 1 عشان نشخص ان عنده اكيوت كيدني انجري، بجانب ان بقيه الستيجنج معروف اعتقد ان هو يبقى مهم اكتر للامتحانات والحاجات اللي هي في الدي ام سي كيو. طب تعالى عشان نبقى نتاكد ان احنا حفظنا كلاسيفيكيشن نشوف الام سي كيو ده. 24 year old man 24 year old محجوز بإيه العيان ده؟ admitted with multiple traumas after motor vehicle accident becomes oligoric. creatinine بتاعه increase من 1.2 from base 1.2 milligram on day 2. تمام؟ according to which one of the following case define a case of AKI؟ مين من اللي جاي ديفاين اي كي اي؟ whatever classification اللي هتستخدمه رايكم ايه؟ مين في دول في الخمسه دول هيقول عنده اي كي اي whatever انا استخدمت اكين كلاسيفيكيشن رايفل كلاسيفيكيشن او كليو كلاسيفيكيشن اللي هي ستيج 1 اللي احنا اتفقنا عليها؟ اللي هي ستيج 1 اللي هو لو اليورين اوتبوت قل عن نص ملي بير كيلو جرام بير اور لاكثر من 6 ساعات، او الكرياتينين زاد 1.5 لضعفين البيز لاين، ونزود عليهم لو الكرياتين زاد اكتر من 0.3 اول 48 ساعه. يبقى الاجابه هنا زي ما حضراتكم بتقولوا طبعا الاجابه نمره دي، دي تمشي مع كل الكلاسيفيكيشنز اللي قلنا. طب نحل ده كده، هو عايز يقول العيان ده تنفعه انهي اجابه من دول؟ 60 year old 80 كيلوغرام man with cirrhosis is admitted with abdominal pain and tense ascites after CT scan with radio contrast and large volume paracentesis. He developed the AKI. Serum creatinine زاد من 0.5 ل 0.9 في 48 ساعة، يعني زاد أكتر من أو يساوي 0.3 خلال 48 ساعة، which worsens serum creatinine وباظ الكرياتين خلال 24 ساعة. اليورين أوتبوت 40 ملي بير أور، هو الراجل وزنه كام؟ وزنه 80. طيب هل دي هيباتورينال سندروم؟ لا، مفيش حاجه تدل ان هيباتورينال سندروم. هل ده ابدومينال كومبارتمنتال سندروم؟ يورين تراكت اوبستراكشن فريرين ازوتيميا هي از ستيج 2 باي اكين كلاسيفيكيشن. رايكم ايه؟ ستيج 2 اكين كلاسيفيكيشن نجيبه لكم عشان تفتكروه. ادي الاكين كلاسيفيكيشن، كرياتينين زاد اكتر من ضعفين لثلاثه، واليورين اوتبوت اقل من نص ملي بير كيلو جرام بير اور اكتر من 12 ساعه. كرياتينين زاد من ضعفين لثلاثه فروم البيز لاين. نرجع للسؤال، كرياتينين في الاول كان زاد 0.3 بس بعد كده بقى 1.3 من 0.5 1.3.
ده تقريبا كام ضعف بالظبط كده زي ما حضرتك بتقولوا. الاجابه هتبقى بي. برضه ده كلام نظري العين، ده فرق ايه ان انا قلت هو ستيج 2 من ستيج 1 على المستوى البراكتيكال ولا حاجه، علاجي هو هو. احنا كده عرفنا فكره الكلاسيفيكيشنز، عرفنا الفروقات بينهم وتخيلنا ممكن نعرفهم ازاي. يبقى بقى الابديميولوجي بروجنوزز اند مورتاليتي، صح كده؟ الابديميولوجي بروجنوز اند مورتاليتي. الابديميولوجي فيه كلام كتير، انا قلت هنزل كده بسناب شوتس على الحتت المهمه. ان individuals with CKD are at risk of AKI and AKI is a risk factor for progression of CKD. دي نقطة مهمة جدا، ان عيان CKD طبعا بما ان هو الكيدني بتاعته not healthy عرضة لأي stress بأي طريقة وممكن يخش في acute kidney injury on top of CKD. دي حاجة. الحاجة التانية ان AKI is a risk factor for progression of CKD. العيان CKD اللي يجي له AKI forced progression فيه أعلى. مش كده مهم جدا ان احنا نحافظ عياننا بتوع السي كي دي ونخليهم يحافظوا على general precautions من avoiding dehydration، وبقى معلمه لو جاله diarrhea يعمل ايه، لو جاله vomiting يعمل ايه، خصوصا ان اغلب الناس دي ماشيه على anti hypertensives زي الايس والاي ار بيز. لما بيجيله دور diarrhea والى اخره او جفاف وما وقفش الادويه دي، ده ممكن يزود acute kidney injury عند العيان ده ويزود progression بتاعه. مش كده وبس، لا، بني ادم النورمال الطبيعي اللي ما عندوش سي كي دي اللي جاله acute kidney injury وفك منها، الأكيوت كيدني إنجري ده is a precipitating أو predisposing factor، معناه ده ممكن يجيله chronic kidney disease و end stage renal disease في وقت من الأوقات. يعني even لو أكيوت كيدني إنجري جه على healthy kidney، في نسبة كبيرة ومش قليلة الناس دي لو هم خصوصا طبعا لو عنده comorbidities تانية بمنتهى السهولة he may catch chronic kidney disease. فدي النقطة اللي تهمني قوي في الإميونيتي والإبيديميولوجي والحتة دي. prognosis يعني جاله أكيوت كيدني إنجري هيخف منها ولا لأ؟ والله mainly الأكيوت كيدني إنجري طبعا وارد زي ما قلنا وقررنا قبل كده احنا نتكلم عن كونتراست انديوز نيفروسي والهيباتورينال سندروم، ان نتيجه الأكيوت كيدني إنجري في كوموربيديتيز زي لونجر هوسبيتال لينث اوف ستي، ممكن كومبليكيشن ريتس سي نتيجه انفكشن زي ما قلنا، ريسك اوف سي كي دي انكلودنج اند ستيج رينال ديزيز، ديفلوبمنت اوف كارديوفاسكولار ديزيز، هاي مورتاليتي. ولكن طبعا وفي نقطه مهمه كاتب هنا ايه، even after apparent resolution، حتى لو العيان خف، العيان ده عرضه لحاجات كتير من دي واللي يهمنا منها اكتر هو الريسك اوف سيكي. وطبعا الموضوع بيختلف على حسب الايتيولوجي، الموضوع بيختلف على حسب الايتيولوجي، مش كل عيانين اكيد كيدني انجري زي بعض. مبدئيا خلينا نتفق على نقطه، الاندرلاين كوز ويل بلاي رول في المورتاليتي بتاع العيان. يعني ايه؟ يعني ما يجيش مثلا عيان جاله اكيد كيدني انجري نتيجه سبسس وعيان جاله اكيد كيدني انجري نتيجه مثلا نيفروتوكسيك دراج المورتاليتي فيه ما تبقى زي بعض، لا، المورتاليتي مثلا اقل في العيانين اللي هم عندهم نيفروتوكسين دريفن اي كي اي، ولكن المورتاليتي اعلى للعيانين اللي هم سيبتك والريليتد اكيوت كيدني انجري. وبرده في حاجه بتنديكيت ان المورتاليتي تبقى عاليه في العيان وتفر الكوز ايه بقى؟ ايه هي؟ لو العيان احتاج رينال ريبليسمنت، العيان احتاج داياليسيس وفي الاكيوت كيدني انجري المورتاليتي از هاي حوالي اكتر من 50%، ده اكتر بيحصل في الاولد ايج والعيانين عندهم مالتي اورجان فيل. يبقى المورتاليتي معتمده على حاجتين، معتمده على الايتيولوجي، اختلف على حسب الايتيولوجي، وعلى حسب العيان احتاج رينال ريبليسمنت ثيرابي. وبالنسبه للريكفري، الريكفري هيعتمد على الاندرلاين دايجنوزس. يعني هنلاقي الريكفري احسن في الحالات الانترستيشال دراج انديوست، اصعب في حالات السبتك اللي هو سيفير سبسس والعيان يعني مشكله في السبسس وحيضان السبسس. يبقى على حسب انا عملت ريكفري الايتيولوجي ولا لا الريسبونس بتاعها، يبقى المورتاليتي والريكفري معتمدين اعتماد كلي على الايتيولوجي بتاع العيان. طيب عشان نتاكد ان احنا جمعنا الجزئيه بتاعه المورتاليتي والايتيولوجي لافرو، فور تو يير اولد بيشنت ادميتد تو ذا هوسبيتال وذ لارج باراسبينال ابسس ريزالتنج فروم ا كومبليكيشن اوف بريفيوس سباين سيرجري. The abscess was drained surgically. However, after surgery, she developed sepsis, Escherichia coli. Serum creatinine on admission can 0.5 rose to 3.1 in the hospital. But after supportive therapy and antibiotics, her serum creatinine fell to 0.9. يعني دخلت في acute kidney injury, creatinine زاد من 0.5 to 3.1. بعد كده مع الانتيبيوتيك والسبورتيف ثيرابي الحمد لله الكرياتين نزل ل 0.9.
She didn't require dialysis during her hospitalization. طيب مين الإجابات دي صح regarding her long-term outlook? Increase the risk of cardiovascular disease, likely to recover renal function and to return to her premorbid creatinine over time without long-term sequelae. She is increased risk of cerebrovascular disease. She is at increased risk of death. رأيكوا إيه؟ في ناس بتقول دي وناس بتقول بي. هو بي بتقول إن العينة هتخف وما فيش احتمالية إن هي ممكن بعد كده يحصل لها على اللونج تيرم يحصل لها مشاكل وتحجز في المستشفى. طيب بصوا حضراتكم أنا موافق على إيه ودي. لكن خلينا نقول إن الأكتر دي خصوصا إن السبسس ما عملش يعني العينة خفت بسرعة بمعنى أصح. بشي إذا at increased of CKD ما حدث سألي مش CKD بس increased risk of end-stage disease عشان كده it is recommended and suggested العنو الAKI يعمل كرياتين بعد ما يريزولف يعمل كرياتين بعد 3 شهور تقريبا ويفولو الكرياتين بعد كل 6 شهور سنة ما يتسابش كده. فإحنا اتكلمنا على حاجات بسيطة جدا النهاردة محاضرة خفيفة جدا عن محاضرات اللي قبل كده اتكلمنا على definition والstaging اتكلمنا على الإبيديميولوجي والبروجنوز والمورتاليتي وعلقنا على أهم نقط فيهم. نيجي بقى الحتة بتاعت اليورينري بايوماركرز. اليورينري بايوماركرز الحاجات اللي طلع عليها ضجه فتره كبيره جدا وبعد كده الدنيا هديت شويه لما يعني ما جابتش الساتسفاكتوري افكت قوي للناس متخيله. هي ايه فكره البايوماركرز؟ انا ليه عايز اعمل بايوماركرز؟ البايوماركرز اوف اكيوت كيدني انجري احنا مشكلتنا دايما في الكلى زي ما احنا عارفين ان احنا ما عندناش طول كويس ناسس بيه كيدني فانكشن ونعمل ايرلي ديتكشن اوف ذا ديزيز. يعني خلاص عارفين الصراع بتاعنا الدائم في الكرونيك كيدني ديزيز وان الكرياتين مش اكوريت وان جي اف ار مش اكوريت والكلام ده. مشكلتنا ايه في الاكيوت كيدني انجري؟ مشكلتنا في الاكيوت كيدني انجري عايز اوصل للرسمه دي ان بيحصل دامج للكيدني at the tissue level والاكيوت كيدني انجري بيتكون قبل ما يظهر على عيان الاي كي اي والكرياتين يعني. يبقى انا حصل دامج للكيدني بدري ما ظهرليش في اللاب ولا كلينيكالي على العيان الا بعد فتره. فكل الفكره دلوقتي انا عايز اديتكت الاكيد كيدني انجري بدري اول ما يحصل الدامج عشان لو في انترفينشن محتاج اعمله ابتدي اعمله عشان امنع البروجريشن بتاع الحاله. عشان كده جت فكره البايو ماركرز. انا عايز اقيس بايو ماركرز في اليورين او ايفن في السيرم فور ايرلي ديتكشن اوف اكيوت كيدني انجري قبل ما تحصل اصلا ستيج 1. بس خد بالك ستيج 1 و2 و3 اللي احنا بنقولهم كلينيكال كلاسيفيكيشن شرطهم ان الكرياتين على او اليورين اكوت قل. طب ايه رايك ان اكيوت كيدني انجري اصلا حصل في الكلى قبل ستيج 1؟ فانا عايز اعمل ايرلي ديتكشن فور اكيوت كيدني انجري. ومن هنا جت فكره البايو ماركرز اوف اكيوت كيدني انجري. الكتاب هنا انا مش هقدر اقراهم، انا هقول بس فكرتهم وهعلق على اهم واحد فيهم. تمام، كل واحد فيهم بيبتدي يزيد امتى ويعلى امتى. خلينا نبص على الرسمه دي احسن. الفكره ببساطه شديده هنا زي ما احنا قلنا ان هنا لو حصل في اللحظه دي انيشال اكيوت كيدني انجري وفي اللحظه دي بيبتدي يحصل ديتكشن اوف اكيوت كيدني انجري باي تراديشنال بايو ماركرز اللي هو الكرياتينين واليورين اوتبوت. ففي فتره ويندو هنا حوالي من 48 ساعه الويندو دي الكيدني حصل فيها انجري بس التراديشنال بايو ماركرز بتاعتي ما ظهرتش. مين يبتدي يعني بص حضرتك السيرم كرياتين بيبتدي يعلى فين؟ بيبتدي يعلى هنا. سيبك من الجي اف ار محدش بيعتمد عليه في الحاله دي. ففتره الويندو دي اللي هيلحقني فيها هي النوفل بايو ماركرز اللي انا بحاول استخدمها هي اللي بتديتكت الكيدني انجري في الستيج دي، هتنبهني شويه من الحاله وتخليني اخد بريكوشنز اللي هو بالمناسبه برده ممكن ما تفرقش قوي كلينيكي لو انا ما فيش حاجه ثانيه تتعمل في الحاله. يعني عين سيبتك وبياخد فلويدز كويس وبياخد انتيبيوتكس كويس هعمل ايه؟ بس جاست ان انا عيني هتبقى على عيان متوقع ان الكرياتين بتاعه يعلى. هل اليورينري بايو ماركرز دولهم بس فور ايرلي ديتكشن اوف الاكيوت كيدني انجي؟ لا، ليهم كذا دور. ايه هم كذا دور؟ نمره واحد اللي احنا قلنا عليه دايجنوز اي كي اي ايرلي قبل نزول الجي اف ار وقبل زياده الكرياتين. طيب وده الاهم مش كده وبس، هيساعدني ان انا اشخص كلينيكالي ابارنت اي كي اي. يعني ايه؟ العين الكرياتين بتاعه اسف اليورين بتاعه قل. طب هو بري رينال ولا اكيوت كيدني انجري حقيقي؟ اي تي ان مثلا في عين السبسس
بايو ماركرز ممكن تفرق لي ابقى عارف هو بري رينال ولا اي تي ان. الحاجه الثالثه على حسب الليفل بتاعه في ستاديز بقى ان انا ممكن اتوقع الديوريشن اوف اكيوت كيدني انجري واتوقع الريكفري امتى. مش كده بس، انا ممكن اتوقع السيفيريتي اوف اي كي اي، هل احتاج ان عندي رينال بليسمنت ثيرابي ولا لا، على حسب الليفل بتاع الرينري باي ماركر وعلى حسب الترند بتاعه. وهو ليه كذا دور، اهمهم واللي اصلا ابتدوا يحاولوا يدوروا على البايو ماركرز عشانه هو الايرلي دايجنوزس اوف اي كي اي، ومنها ظهر بعد كده الاذر ايه الاذر انديكيشن. اللي رينري باي ماركرز هتفيدني مين في الفتره الاولانيه؟ ارجع للرسم اسف دي. ايوه في بايو ماركرز كتير موجوده بتزيد كل الاحتمالات، بس انا عايز حضراتكم تركزوا في واحد تقريبا عامل مشترك تقريبا بينهم كلهم اللي هو ال N جال، وهو اشهر يورينري بايو ماركر موجود ومن اكثر البايو ماركرز اللي اتعملت عليها ستاديز. واعتقد ان ده في بعض الدول الاجنبيه بيستخدموه فور ايرلي ديتكشن، وهو ال N جال. هو ده اللي انا هتكلم عليه كلمتين لان هو اهمه. ال N جال او النيوتروفيل جيلاتينيز اسوشيتد لايبوكالين بيتكون منين؟ بيتكون من حتتين produced by epithelial tissues in several organs، ده بره الكلى خالص، وبعدين يبقى filtered via glomerular filtration and completely reabsorbed by tubular cells. يبقى ده بيتكون لو افترضنا ان دي التيبيولز، افترضنا ان دي البومنز سبيس، هو الان جال بيتكون بره وبعدين يحصل له filtration وبعدين completely reabsorbed by the tubules. ده مش كده وبس، بيتكون في ايه تاني؟ تاني مكان الديستال تيوبلر سيلز بتكون الان جال في الديستال بورت. الان جال امتى؟ في حالات الاسكيميا اكتر، في رينا الاسكيميا بيزيد الان جال اكسبريشن. يبقى انا عايز اقول حاجه، لو لقيت ان جال في اليورين كتير ده معناه ان انا عندي ايه؟ عندي تيوبلر ديفكت. ليه؟ لان الديستال تيبيولز هتكونه كتير في رينا الاسكيميا. لو التيبيولز ار اسكيميك يبقى البروكسيمال بورت ده مش هيبقى شغال كويس، يبقى الري ابزوربشن مش هيبقى كويس، يبقى الان جال هينزل في اليورين. بوجود اليورينري ان جال هي دي بقى الاساسيه عندنا، از سبيسيفيك فور ايرلي اي تي ان. ساعتها بقى ممكن تخليني ابتدي اعمل ايه؟ اجريسيف فلويد، اجريسيف فلويد على قد ما اقدر طبعا بالبريكوشنز قلناها قبل كده، وده هيحصل قبل ما الكرياتين اصلا يعني. والحاجات الجميلة في الـ N جال ان هو not increased in pre-renal AKI، وده هيفرق لي جدا العيان ده ATN ولا اللي احنا هنتكلم عليها في الاخر acute tubular necrosis في ثاني محاضرة النهاردة، ولا العيان ده pre. بيبتدي يزيد امتى؟ بيبتدي يزيد ساعتين لاربع ساعات post AKI. طبعا common confounders السبسس والمالينيس والسيكي دي والسيكي دي والبنكرياتيتس، يعني مش هتفرق معايا قوي، ولكن هو ده الاحتمال او الماركر اللي انا ممكن استخدمه فور ايرلي ديتكشن اوف AKI. طب نحل السؤال ده. 28 year old man in your hospital في النيورو انتنسيف كير يونت has just been declared brain dead after motorcycle accident that was associated with significant head trauma. His family and the physicians are interested in determining whether he is a viable candidate for kidney donation. Although you don't have any baseline information about his kidney function, his serum creatinine level has risen from 1.5, 1.2 to 1.4, 1.6 over the past 2 weeks. Which one of the following biomarkers is most likely? هو دلوقتي الراجل ده عامل حادثه وهو عايزين يخلوه يتبرعوا بكليته يعني. السؤال هنا كرياتين بتاع، انت ما عندكش بيز لاين كرياتين لي، والكرياتين بتاعه رفع من 1.4 1.5 ل 1.4 1.6 على اسبوعين، فرق مش يعني مش علاوه كبير. Which one of the following biomarkers is most likely to predict renal tubular injury on biopsy beyond the predicted serum creatinine level؟ طبعا الاجابه بوضوح شديد جدا الكلام اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو مين؟ اللي هو نمره دي الان جال. يبقى هو نوعا ما بيخليني عارف التيبلر فانكشن بتاعتي. تمام اوكي.
في ماركر تاني هو موجود في اوكسفورد في الاذر بروميزنج ماركرز تيشو انهبيتور اوف ميتالوبروتينيزس 2. الحقيقه انا جايبه عشان في نفسي جايب سيرته كذا مره ان البايو ماركر ده انا جايب له سؤال اهو علوه يساوي بروتكشن. بص حضرتك علوه يساوي بروتكشن عكس الان جاب. يعني هنا السؤال ده بيقول ايه implementing akidigo outcomes among based care bundle for post operative علوه امتى بقى post operative patients with urinary بتكلم على التيم 2 tissue inhibitor of metalloproteinase tissue inhibitor of metalloproteinase 2 لو الزياده اكتر من 0.3 نانوجرام بير ميلي كذا كذا يونت بتاعه. يعني لو post operative لقيت الليفل بتاع التيشو بلازمينوجين التيشو انهبيتور اوف ميتالوبروتينيز عالي في اليورين ده هيبقى كونسيستنت مع ويتش اوت كم. الحقيقه كانت الاجابه نمره 2 ديكريز ريت اوف ستيج 2 اند 3 اي كي ار. يبقى العلو بتاعه انا جبته هنا عشان دي معلومه مش موجوده في اوكسفورد ولكن موجوده في 2019 اوكسفورد في 2014 دي موجوده في النيف ساب بتاع السنه اللي فاتت على طول. هو في ابديت للبايوماركر ده ان علوه بوست اوبريتيف از بروتكتيف انديكيتنج ذات ذير ويل بي ديكريزد ريت اوف ستيج 2 اند ستيج 3 اي كي ار. اتكلمنا عن فكره الديفينيشن والستيجنج الابيديميولوجي والبروجنوز والمورتاليتي افكار سريعه. اتكلمنا على يورينري بايوماركرز الكوزز بقى كلام سهل وبسيط جدا بالنسبه لنا يا بري رينال فكره البري رينال كلها ان كميه الفلويد اللي رايحه للكيدني قلت ممكن ده يبقى نتيجة فعلا volume depletion ان ال blood volume قل في جسمنا او نتيجة intravascular volume بس هو اللي قل لكن ممكن يبقى العام معاه interstitial edema زي طبعا احنا عارفين في حالات الهيموريدج whatever بقى vomiting diarrhea لاخره low cardiac output sepsis heart failure cirrhosis او في حاجة عاملة مشكلة في الهيمودينامكس of renal vessels زي drugs non-steroidal SNRIs post renal ممكن نتيجه بلادر اوبستراكشن يوريتر اوبستراكشن بس اليوريتر لازم يبقى لاتر او انترنسك رينال بقى وده جروب اوف ديزيزز اللي احنا هنبتدي نتكلم عليه بالتفصيل وفي حاجات اوريدي اتكلمنا عليها خلال المحاضرات اللي فاتت والمحاضرات اللي جايه. يعني ممكن تبقى مشكله اكيوت جلوميرولي نفراتيس تيوبر انترستيشال ديزيز او باسكولار زي الباسكولايتس ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي هايبرتنسيف امرجنسي الحاجات دي في اللي اتكلمنا عليه وفي اللي لسه هنتكلم عليه او اكيوت تيبلر نيكروزز اللي احنا هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. ده الكوزز بطريقه ثانيه مقسمها على حسب الاناتوميكال سايت تقريبا هو نفس الكلام بس ممكن تبقى صوره اوضح شويه. طيب انا كده عرفت الكوز يبقى يهمني ايه في الاي كي اي تو بريفنت يهمني ايه في الاي كي اي هاو تو بريفنت بريفنشن برضو احنا بنعمله اوتوماتيك ولكن كل ما يبقى في دماغي مين العيان ات ريسك كل ما كانت فكره البريفنشن في دماغي تبقى. في الحقيقه باختصار شديد هو اي عيان اولد ايج اي عيان عنده كوموربيديتي اي عيان داخل عمليه. يبقى تاني باختصار شديد اي عيان اولد ايج اي عيان عنده كوموربيديتي واكيد بياخد معاه ادويه اي عيان داخل عمليه. كل عيانين دول ار ات ريسك لازم ابقى اخد بالي كل واحد فيهم البريكوشن بتاعه والبريكوشن الاساسي mainly في اي عيان at risk هم حاجتين mainly ممكن ما يكونوش التو بوينتس دول متفقين مع كل عيانين بس دول الفكرتين الاساسيين. الفكرتين الاساسيين نمره واحد ان انا ابقى متاكد العيان is hydrated طول الوقت. نمره اثنين ان انا avoid nephrotoxic drugs. نمره ثلاثه لو في intervention يستاهل ان انا اعمله مع العيان ده دلوقتي اعمله. مين العيانين at risk old age عيان عنده سي كي دي عيان دخل سيرجري وات ايفر بقى نوع العمليه باشكالها عيان دايابيتيك عيان عنده فوليوم لوس نتيجه فوميتنج بيرن الى اخره ليفت فنتريكل ديسفانكشن سيروزس عيان باخد ادويه بتاثر على الرينال فاسكوليتشر هايبر بيليروبينيميا مالتيبل مايلوما فهم ان جنرال اول اوف ذيس بيشنتس ات ريسك. طبعا النيفروتوكسيك دراجز مشهوره بالنسبه لنا جدا اللي ممكن تاذي العيان والعيان اللي اتريسك يفضل ان انا اوقف على قد ما اقدر نيفروتوكسيك دراجز زي النون سترويدلز الدايريتكس والايس والار بيز ولكن طبعا دول ليهم يعني استخدام بطريقه معينه في حالاتنا بتاعت الكلى. الانتي بايوتكس زي الامينوجلايكوزايدز والفانكومايسين والامفيترسينز السايكلوسفورين والتاكرولمس والاي في كونتست احنا عارفين الكلام ده كله
وبعض الحاجات فيهم بنستخدمها with those modifications على حسب الانديكيشن بتاع العيان. وبالتالي انت لازم تسال نفسك سؤال، طالما انا مضطر استخدم دواء نفي توكسيك مع العيان، هل في انديكيشن واضح؟ هل في alternative لي ولا لا؟ هل في precautions ينفع ان انا استخدمها عشان اقلل التوكسيستي بتاع الدواء ده زي الهايدريشن؟ هل انا همونيتور اليورين الرينال اوتبوت واسف الرينال فانكشن بتاع العيان ولا لا؟ هل الدواء ده اللي انا بكتبه بيتقاس الليفل بتاعه في الدم ولا لا؟ يفضل ان انا اقيسه عشان ما اديش جرعه ازيد من المطلوب. جميل. تعال بقى العيان الاهم فيهم كلهم مين طبعا، بس العيان البري اوبريتيف هعمل فيه ايه عشان العيان ده خصوصا اللي هو عنده كوموربيديتيز من اللي احنا قلناها. طبعا اهمهم هايدريشن، ثانيا افويد نيفروتوكسيك دراجز including non-steroidal contrast aminoglycoside، وراجع الفوليوم بتاع العيان. ادي فوليوم ازاي؟ خلاص الكلام ده احنا اتكلمنا فيه وهنجيب سيره تاني بالتفصيل. حافظ على كلام عام بقى، حافظ على انا الكلام العام همشيه وهجي للكلام الاهم. حافظ على البلاد سوبر جلوكوز ليفل بتاعه، حافظ على النيوتريشن بتاعته، consider bladder catheter اوكي، avoid surgery or possible immediately after contrast، ما ياخدش contrast يخش عمليه اوكي. اجي لدي بقى، stop anti hypertensives diuretics ACE and ARBs for 24 hours to 48 hours as blood pressure allows. دي نقطه مهمه، انا ما اوقفش الحاجات دي ولاقي ضغطه عالي، او ان انا اعمل له كنترول بلاد بريشر بادويه ثانيه وبعدين برجع الادويه دي بعد العمليه. شوفوا امتى تاني؟ شوفوا early post operative consider، يعني الليفل اوف كير ده في انجلترا احنا ما عندناش الليفلز دي، بس بوست اوبراتيفلي لازم اشوف العيان تاني. There is no rule for dopamine, furosemide or other diuretics in the prevention of perioperative AKI. والكلام ده احنا متفقين عليه، whatever هو perioperative AKI او اي نوع من انواع الAKI، الادويه دي ملهاش اي دور ولا ليها اي لازمه. يبقى انا كل اللي عملته hydration avoid nephrotoxins وcontrol of comorbidities. الفكره كلها او في اغلب الديسبوزنج فاكتورز اللي عندنا ان احنا مش عايزين ندخل في الفيشوال سيركل اللي قدام حضرتك. لما بيقل الاكسترا سيلولار فلويد او الانكوتيك بريشر او لو كاردياك اوتبوت، ده هيأجريفيت في جسمنا النورمال فيسيولوجيكال ميكانيزم اللي هو بيحاول يعوض الديكريز كاردياك اوتبوت والفوليوم ديبليشن اللي جسمنا دخل فيه. فتلاقيه يطلع الاي دي اتش ويطلع السمباتاتيك ويطلع شغل انجيوتنسن الدوستيرون سيستم، الحاجات دي بتعمل مور فاس كونستريكشن عشان تمنتين السيركيلاتوري فوليوم. ولكن المور فاس كونستريكشن ده ممكن مع الوقت زي ما اتفقنا في المحاضرات بتاعت الفيسيولوجي يعمل سيفير فاس كونستريكشن اند مور كيدني اسكيم. فات از امبورتنت تو كنترول اند كوريكت ذيس بريديسبوزنج فاكتورز على قد ما اقدر عشان امنع العيان ان يخش في الفيشر سيركل بتاعتنا دي ويأذي الكلى ويخش بعد كده في الاكيد كده. طب نحل السؤال ده عشان نربط الكلام اللي احنا قلناه. 40 year old morbidity obese woman with stage 4 AKI attributable to diabetic kidney disease، عندها CKD نتيجه الكيدني ديزيز، جايه تعمل كونسلتيشن عندك، هي CKD ستيج 4 جايه تعمل كونسلتيشن عندك عشان داخله تعمل جاستريك سليف بروسيدور، داخله تعمل عمليه تخسيس. تاخد ايه ميديكيشنز؟ انالابريل، اس انهبيتور، املوديبين، كارفيديرول، اتورفاستاتين، فروسامايد، انسولين، وعلى الفيزيكال اكزامينشن البادي ماس اندكس بتاعها عالي جدا 55، تختار على الادويه بتاعتها دي كنترول والبلس بتاعها تمام. اس 4 جالوب اوكي، تريس ليج ديما اوكي، سيرم بوتاسيوم 4.9 والسيرم كرياتين 3.4. Which one of the following is most appropriate management قبل ما الست دي تدخل العملية؟ هل تديها AMP post operatively؟ أفكر AMP ده عليه كلام كتير بس يعني مش وقته، وبعد cardiac surgery مش مع بعيد السيرجي، توقف الانالابريل، تدي ان اسيتايل سيستين، توقف الاتورفاستاتين، رأيكم ايه؟ الإجابات طبعا يعني ما فيهاش كلام، إجابة واضحة وصريحة إن احنا discontinue inalabril before surgery. طبعا بجانب الايه؟ بجانب الهايدريشن، بجانب ان هي دايابيتك لازم اعمل لها السلايدنج سكيل بتاعها، بجانب ان هي داخله عمليه جاستريك سليف لازم يبقى معاها نيوتريشنست سبيشالست او كونسلتنت عشان يظبط الاكل بتاع الحاله. جميل. واخيرا اخر سلايد
وهي سلايد برضو فلسفيه سيستميك افكت اوف اي كي اي. اكيوت كيدني انجري مش معناه ان الكيدني انجري بيجي في الكلى بس، لا. اكيوت كيدني انجري از سيستميك ديس اوردر. دي سيستميك افكت اوف اكيوت كيدني انجري. دي ان اورجان كروس توك ان اسكيميك اي كي اي. الكلى ما تتاثر، كل الاورجانز تقريبا بتاعت الجسم بتتاثر. بتتاثر ليه؟ بتتاثر نتيجه ان في ديس ريجيليشن وابنورمال باي ماركرز وسيلولار ادهيجن موليكيولز وابنورمال انفصال ترافيكينج وسايتوكاينز وكيموكاينز وفي ديستربنس في الاميون ريسبونس. كل الحاجات دي بتحصل اما يحصل اسكيميك اي تي. يعني هنلاقيها مكتوبه هنا ميكانيزم. ايه الميكانيزم بتاع القصه دي كلها؟ ان في برو انفلاماتوري ستيت انكلودنج ايه؟ ادهيجن موليكيولز، لينفوسايت ترافيكينج ابنورمال، سايتوكاين، كيموكاين ريليز، ديسريجليشن اوف الاميون سيستم. باختصار شديد هتلاقي الهارت ابتدى يحصل فيه ليفت فنتريكولار ديسفانكشن، ابتدى يحصل فيه ابوبتوزس، البرين ممكن يحصل فيه ريميك انكفالوباثي، اللنج نتيجه انفلاماتوري ميديتورز ويحصل انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، والبرو انفلاماتوري سايتوكاينز تزيد وده يزود فرصه المورتاليتي ويزود فرصه الكونجيشن والايديما. البون مارو يحصل فيه ديبريشن ويحصل انيميا وممكن ثرومبوسايتوبينيا. الليفر نفس القصه، بيحصل فيه هيباتوسايت ابوبتوزز، يحصل فيه تيشو انجري، جي اي تي، نوزيا وفومتنج ومال نيوتريشن. القصد في مالتي سيستميك افكت على الاورجنز كلها نتيجه البرو انفلاماتري سايتوكاينز. كده احنا خلصنا المحاضره الاولى بتاعت النهارده، اعتقد بسيطه جدا والفكر بتاعها اساسي وسهل عشان كده ما كنتش ابتديت فيها في الاول. ان شاء الله شويه صغيرين يعني هنتفق حالا دلوقتي ونبتدي محاضره الاي تي ان مباشره. شكرا جزيلا.